إن من أكثر ما يعاني منه الناس في هذا الزمن هو سوء الظن ببعضهم البعض، حتى كاد ذلك أن يذهب علاقاتهم الاجتماعية ويقطع أواصر المحبة ويفشي السوء والبغضاء بينهم. إن لسوء الظن آثار سلبية، فقد يعزل الفرد عن مجتمعه ويجعله خائفا منهم، معتقدا أنهم قد يمسونه بسوء في أي وقت، فيفضل البقاء منعزلا بذاته نفسيا واجتماعيا، مما قد يودي بشخصيته وثقته بنفسه مع مرور الأيام. فورا تنقلوا على المشفى. ما في ولا قرش بالبيت. لا تطول اخي، الله يوفقك. يا اخ ما عاد سند لاخوه. ليش هيك عم تحكي معي؟ عاش خالد الموظف مع زوجته سعاد وابنتهما الصغيرة صفاء في فقر وضيق، وفي إحدى الليالي أصيبت ابنته صفاء بالحمى ولم يستطع أن ينقلها للمشفى، فأشارت عليه زوجته أن يطلب المساعدة من جارته التي كانت طبيبة عامة. كلميني دكتورة، شو وضع صفاء؟ بدها مراقبة 24 ساعة، وإذا ظلت حرارتها مرتفعة بهالطريقة فوراً تنقلوا على المشفى. على العموم أنا كتبت لك على شوية أدوية، مجرد تعطوها ياهن إن شاء الله بتتحسن، طمني. الله يكتر خيرك يا دكتورة، والله من دونك ما كنا نعرف شو بدنا نساوي. ولو أنا ما عملت غير واجبي، بعدين نحن جيرة. الله يجبر بخاطرك يا دكتورة، والله لولاكي ما كنا عرفنا نتصرف. أنا ما عملت غير الواجب. يلا بالإذن. لوين دكتورة؟ خير، في شي؟ عفوا منك، بس أدي بتريدي؟ لا يا أبو صفاء، معقولة أنت؟ نحن جيران والناس لبعضها، الله يعافيلكن ياها يا رب. كتر خيرك. عن إذنكم؟ إذنك معك دكتورة، بس خليني أوصلك على الباب. لا لا لا، ما في داعي، بعرف طريق لحالي. إن شاء الله مع البشر يا رب. الله معك دكتورة، مع السلامة. شو بدنا نعمل هلأ؟ كيف بدنا ندبر الدواء للبنت وما في ولا قرش بالبيت؟ والله ما بعرف، لك ما شفتيني صرت قد الكمشه، خفت تطلب مني مصاري وما معي ولا نقلة. لا حصل خير، المهم شو بدنا نعمل؟ كيف بدنا ندبر الدواء؟ والله ما بعرف، والله ما بعرف. لك المشكلة ما ضل عنا شي نبيعه، وأنا كتير خايفة على صفاء. طيب شو عمل؟ لك شو ساوي؟ اسمع لقلك، شو رأيك تدق لأخوك سعيد؟ بلكي بدبر لنا المبلغ. أخي سعيد؟ لك إيه أخوك؟ بلكي بدبر لك مصاري بتشتري الدواء للبنت، لأنه إذا ضلت حرارتها مرتفعة هيك بجوز ننقلها على المشفى. حسبي الله ونعم الوكيل. طيب روحي أنت هلأ خليكي مع صفاء، أنا هلأ أبحاكي بشوف شو بيصير معي. طيب ماشي. ألو سعيد، كيفك أخي؟ أهلين أخي، كيفك؟ شو أخبارك؟ الحمد لله الحمد لله. خير أخي، كأنك مو على بعضك. سعيد
أنا بعزت مصاري، بدي مبلغ منك الله يوفقك. صفاء حالتها تعبانة كتير وحرارتها مرتفعة وبحاجة دواء، ويمكن نضطر ناخدها على المشفى. خير خير الله يعافيك. طيب يلا مشوار الطريق وجاي لعندك. لا تطول أخي الله يوفقك، لا تطول إن شاء الله ما بتأخر. بعد ما يقارب الساعة لم يحضر سعيد لنجدة أخيه خالد كما أخبره. بدأ التوتر والحيرة يسيطران على خالد الذي بدا منفعلا متوترا. لك لو كان بده يجي كان اجا. لك شلون الله بده يرحمنا؟ لك اذا الاخ ما عاد يرحم اخوه. لك طول بالك يا رجال، بلكي اخوك صاير معه شيء، رجع اتصل فيه. لك قفل موبايله ما عاد رد عليه. لك شو بدي احكي؟ الله يلعن ابو المصاري يلي بتخلي الاخ يغدر باخوه. لك طيب يحاكيني قلي ما معي، مو يقفل الموبايل ويخليني بهي الحالة. لا حول ولا قوة إلا بالله. قلتي لي اتصل بأخوك. لك الغريب طلع فيه خير أكتر من أخي. لك وطي صوتك لحدا يسمعنا. بدي علي صوتي وخلي كل العالم تسمع، تسمع إنه الأخ ما عاد سند لأخوك. الأخ صار يغدر بأخوه. لك يا رجال مو وقته هذا الحكي، لازم نتصرف، البنت رح تروح من بين إيدينا. شو بدك يعني عمي؟ شو بدي ساوي؟ هداكي سعيد. سعيد؟ لك سعيد ما عاد تلمحي وشه. روحي. أهلين أهلين يا أخي. بكير قعد لك شي ساعتين تانية؟ في مجال تفهمني ليش قافل موبايلك؟ ما بدك تديني، ما حدا جبرك، بس ليش قافل موبايلك؟ لك الله يسامحك، الله يسامحك وبس. ليش هيك عم تحكي معي؟ لك الله يسامحك. لك ليش انت خليت فيها حكي؟ فهمني ليش قافل موبايلك؟ تفضل اخي، هاي المصاري. انا بعت الموبايل تبعي مشان امن لك المبلغ لحتى تقدر تجيب الدواء وتنقل صفاء على المشفى اذا ما تحسنت لا سمح الله. خد اخي، وقت عرفت وضع صفاء الصحي ووضعك المادي خفت قلك ما معي مصاري تفكر اني عم اتهرب او اكذب. ان شاء الله سامحني يا اخي، إن شاء الله سامحني. طول بالك أخي، أنت معذور. روح هلأ جيب الدواء عشان تتحسن بنتك. الله يلعن الشيطان. أبنائي أرجوكم إياكم وسوء الظن، فهو يزرع في النفس الريبة والشك، وهو مثل النار التي تأكل قلب الإنسان من الداخل.